يا هلا بحضراتكم مرة أخرى. هذه الفقرة مع الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة الحكم الدولي السابق. زي ما قلت لكم أنا لا أتحدث عن الآراء التحكيمية، ودايما الآراء التحكيمية لا يتحدث عنها من المفترض إلا الخبراء التحكيمين، حتى لو الحالة واضحة ربما القانون يقول لنا حاجات مش شايفينها، وما شاء الله قانون التحكيم كل 3 دقايق بيتغير، فأنت ممكن تبقى أنت شايف الحاجة فاكرها صح 100% وتطلع غلط 100% والعكس صحيح. صح يا كابتن جهاد؟ كلام مظبوط 100%. عامل ايه؟ الحمد لله كله امورك كويسه. صباح الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينا الكريم. دايما بتشرف وتنور. ده شرف ليا. بس انا لما بقول للناس مثلا عشان يقعد يقول لك ايه انت ما قلتش رايك ليه في اللقطه دي ومش عارف ايه، والله انا مش عشان عايز، انا ممكن وانا قاعد مع حضرتك اقول لك ضرب الجزاء يا كابتن جهاد، بس اقولها كده ايه بالحب، فانت تيجي تقول لي لا يا كريم القانون بيقولش كده. فالتحكيم تحديدا عكس الكوره، انا ممكن اقول لك ايه لا الفرقه بتلعب 4-2-1 تقول لي لا بتلعب 3-4-3، ممكن كلنا بقى نقعد نقول اللي احنا عايزينه. في التحكيم مفيش الكلام ده، ده قانون. تمام صح كده؟ تمام. القانون بقى بيقول ايه في النهارده في المباراه دي مع الكابتن محمود البنا وطاقم التحكيم الرائع في مباراه الاهلي وبيراميدز؟ واولا انا طبعا طاقم التحكيم الرائع اقصد بيه ان هم ناس محترمه لا لا وبرده اداء كان رائع، انا بتكلم على الاداء كان كويس. انا ما اختلفتش معاه في لقطه واحده طول الماتش، لكن في الاخر لقطه غير مؤثره في نتيجه مباراه اختلفت معاه، لان احنا بنتكلم على لقطه بنتكلم فيها ان هو سلوك جسدي او عدواني. سلوك جسدي او عدواني هتقولنا اللقطه يا جماعه والكابتن هو سلوك جسدي او عدواني هنوصل لها في التحليل واحنا مشغلين مع بعض، لكن بتكلم عشان الناس تبقى فاهمه. طب نسمع القانون الاول. القانون بنتكلم في سلوك جسدي، هو الكره اللي حصل في الكره في الحكم صفر ركله حره مباشره للفريق الاهلي، خلاص اللعب دلوقتي الكره خارج اللعب، بقى اصبح اللي حصل بعد كده كله سلوك، وبالتالي ده السلوك يعاقب بكارت احمر مش بانصار. ده يختلف مع البنا في القرار الحالي الاداري اللي اختلف معاه. اللقطه انا بختلف معاه في القرار، لان القرار ده في الدقيقه 22 كان هيسهله كتير قوي في المباراه. انا بتكلم في اللقطه في الدقيقه 22 الكارت الاحمر لو طلع، احنا خدنا النهارده 7 انذارات في المباراه، كان ممكن نوفر من 3-4 انذارات في المباراه لو اللقطه دي اتعامل معاها بالكارت الاحمر. انا دلوقتي يعني راح للعيب وضرب بالركبه بالمنظر ده قال لي تقدير فيها كارت احمر، لان ده سلوك جسدي من رمضان صبحي تجاه لاعب الاهلي، وكان لازم البنا يتعامل معاه بالكارت الاحمر. الغريب كابتن جاد وده سؤال ليك، هنا مش هتدخل الفار المفروض؟ الفار انا كان تعليقي على الفار احمد الغندور من الحكام الكبار، ده بالمنظر ده طبعا لا يمكن تعدي بالمنظر ده الا بكارت احمر في اي مكان في العالم هتبقى كارت احمر. احمد الغندور كان امبارح بيحكم ماتش الاسماعيلي وقلنا يا جماعه ما ينفعش، ما الحكم احمد غندور له كل تقدير وكل احترام، حكم كبير من الحكام الدوليين الموجودين عندنا طبعًا. لكن ما ينفعش امبارح يكون بيحكم ماتش في الاسماعيليه وماتش مهم وماتش فيه ضغوط، الاسماعيلي بينافس هبوط وماتش صعب طبعا، وهو امبارح اجات عمل ماتش كويس جدا امبارح. لكن ان انا امبارح اروح اسماعيليه يحكم ماتش ويرجع من اسماعيليه اجي النهارده اخده حكم فار فطبعا ده كومنت كبير جدا على التعليم. تقصد انه مرهق ذهنيا؟ انا انت قاعد في الاوضه بس ذهنيا الماتش كبير، ماتش الاهلي وبيراميدز ماتش كبير، عايز حكم فار يكون مركز زي الحكم في الملعب. عارف من كام يوم كنت مع حضرتك وقت ماتش سيراميكا كليوباترا وايسن كومباني لما كنا بنتكلم على حكام الفار، انا ما بفهمش حتى لو انا مرهق تمام، في حاجات بتبقى واضحه. انت شفت انت اكيد مش انت وانت بتتفرج على المباراه، شفتك وانت بتتفرج على المباراه انت ما فكرتش مرتين، هي طرد خلاص، فاكيد الراجل اللي قاعد على الفار كابتن احمد غندور ولا المساعد اللي معاه اكيد هيقولوا طرد. ممكن يبقى رايهم مش طرد برضو، التركيز مهم. طب في ايه يا كابتن؟ بص بص هقول لحضرتك على حاجه، الحلقه على فكره احنا بنتكلم على فكره احنا بنتفرج بس عشان بس المشاهدين يبقوا عارفين احنا بنتفرج احنا على الماتش واحنا مش مشدودين. على فكره الحكم في الفار اكتر من الحكم في الملعب في شده الماتش وتركيزه في الماتش ده ممكن يروح. ايوه عشان حكم الفار في النهايه زي ما انا دلوقتي بحمله المسؤوليه اكتر من كابتن محمود البنا. طبعا ليه؟ انه كابتن محمود البنا ممكن ما يكونش خد باله. تمام. خد حس مثلا انه قرب منه بس ما شافش الضرب مثلا، بقول مثلا. تمام. لكن حكم الفار بيعيد وبيشوف طبعا وشافها، كان لازم يستدعيه ويشوف اللقطه حتى لو محمود رجع بانذار بعد كده هو بيعمل دوره وعمل شغله. بس انا بقول برضو ان احنا عندنا حكام كتير جدا في مصر دوليين وغير دوليين في الفار، ما ينفعش ان حكم النهارده حكم صفاره وبكره اتعين كحكم فار، ده طبعا غير مقبول. طيب انا واحد زي حالاتي كده ممكن يتخيل انه الحكم او انا اتصورت اللقطه ديت انه الحكم اداله انذار عشان ما فيش قوه زائده، او انا بفهم كده انه ادام مش قوه زائده
فخلاص تنفع انذار مش تنفع طرد، ففهماني دي اكتر. انت بتتكلم في اللعب العنيف. اللعب العنيف اللي بيستهلك اللي ما يكون فيه لعب بالظبط، لكن اللعب الكره وقفت خلاص. الكره حاليا بنسميها في التحكيم او في القانون كره القدم الكره بقت خارج اللعب. خارج اللعب اللي حصل بعد كده ده مش مش مش, مش لعب، ده سلوك. لا مش سلوك رياضي، ده سلوك يعتبر عنيف او عدواني مع الـ مع الـ مع احد المنافسين. ما بيبصش لقوته بقى، ده بقى اصبح سلوك، والسلوك بتاعه ده يقابل بكارت احمر. فاعتراض الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي كان اعتراض منطقي، كان اعتراض منطقي جدا. وطبعا احنا الاعتراض هو مرفوض من كل الاحوال بالاعتراض الحكم، لكن انا بتكلم انا بتكلم احيانا برضو انا برضو بدخلك في حسابات وداخل الجمهور معايا في حسابات حكم، ممكن اقول لك ان انذار في الوقت دوت عشان احافظ على ماتش. لكن انا بتكلم كتحكيم خارج اي حسابات، ما فيش حفاظ على الماتش، لان الكره دي لو اثرت على نتيجه ماتش كانت تبقى مشكله كبيره للتحكيم النهارده. طيب. الحمد لله انا ما اثرتش على نتيجه ماتش، في الاخر التحكيم طلع بدون اخطاء مؤثره. انت عارف لو كانت اثرت كانت هيحصل ايه؟ كانت تبقى مشكله كبيره، كانت تبقى مشكله كبيره. طيب هل الحكم، معلش انا هفتح معاك موضوع اوسع شويه، انت كنت راجل رجلك كانت في الملعب قريب يعني. تمام. في بعض الحكام ممكن يحسبها اللحظه، يقول لك انا بحكم ماتش كبير وانا فرصه بالنسبه لي انا احكم ماتش كبير زي ده، اهلي بيراميدز، اهلي زمالك، زمالك بيراميدز، دي ماتشات كبيره اكيد يعني. تمام. دي ماتشات، فيقول لك انا لو اديت طرد وحصل عليا هجوم او انتقاد او بيانات او خلافه، يقول لك لا لا بلاش تخلي الحكم ده عشان الحكم ده بيعمل مشاكل او الحكم ده الفرق بتزعل منه، فيقول لك لا انا اطلع المباراه ديت سالم غانم لبر الامان. لبر الامان اول ما تدخل حسابات يجي الخطا الحكم في الملعب، اول ما تفكر، مجرد تفكر انا في الاخر في الملعب انا حكم كرد فعل. يعني هو الفعل بيحصل من اللاعب، انا مش معلش مش يعني اللاعب لازم احاسبه على فعله. اول ما تخش حسابات مع الحكم تخطا صح، تحسب لها يعني، تحسب القصه دي لو عملت هيحصل. لا انا كده، وانت قلت لي ان هو اسهب في رفع الكروت الصفراء. احنا وصلنا 7 كروت النهارده انذارات. الكارت الاحمر ده لو كان اتاخد كان وفر لي على الاقل، انا بقول لك الكلام اللي بيجي لك في اول الماتش او في وقت من الاوقات، بيجي لك حكم بيجي لك هديه في المباراه لو خدتها او استغلتها. احنا بنتكلم لما بنتكلم على الحكام في محاضره، لو جالك لقطه في اول الماتش في فدي بالنسبه لك الهديه. الهديه دي لما بتاخدها بتوفر كتير قوي في الماتش، بتنجحك، بتوصلك للنجاح بنسبه 70% للنجاح في المباراه. فدي لما بتجيلك وتستغلها صح بالكارت الاحمر، هتوفر من 7 انذارات اللي خدتهم في الماتش ممكن 3 أو 4. طيب انا برضو هفضل ماشي معاك سنه سنه، انا بتعامل انا دلوقتي حكم تمام، ما انا بصراحه ما بحسش بالحمايه يعني. مثلا لو ده حكم في الدوري الانجليزي هيدي الطرد مش هيفكر 3 ثواني. تمام. ليه؟ رابطه وفي اتحاد وفي اعلام وفي ناس كلها هتسنده وتقول انت عملت الصح، لكن الحكم هنا بيحس انه محمي، ظهره محمي يعني، هاخد القرار وانا مغمض وما اقلقش من اللي هيحصل بعد كده بصراحه. يعني احنا برضو عندنا العذر، هنلتمس العذر الحكم. برضو انا بكلمك بمنتهى الامانه، نلتمس العذر حكامنا في الاجواء اللي ممكن بتحصل والسوشيال ميديا والهجوم من يمين وهجوم شمال. ان يطلع في الاداء الاخر الحكم مش مؤثر بقراراته على نتيجه المباراه، ده نجاح للحكم. مش هتكلمك على دوري انجليزي او دوري ايطالي، لان الدوري الانجليزي دوري ايطالي بالمنظر، اللقطه دي بالمنظر ده مش هيفكر الحكم صح. لو في الدقيقه الاولى هيبقى كارت احمر، فمش هيفكر فيها كتير يعني. فانا بقول لحضرتك برضو نعذر حكامنا من الوضع اللي احنا فيه والضغط اللي احنا فيه من نسبه الهجوم والبيانات والقصه اللي بتحصل، فبرضو في حسابات بتدخل جزء، بس في الاخر اتمنى دايما الحسابات تبقى بره التحكيم، وفي الاخر نوصل للتحكيم العادل اللي تشوفه حسابه ده مهم. النهارده أعلن أن جان إندالا هو اللي هيدير مباراة مصر والسنغال، المباراة الأولى في تصفيات كأس العالم، حكم من الكونغو الديمقراطية. الناس تفتكروا بمباراة كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في ثمن نهائي كأس الأمم، هو الحكم نفسه، هسألك عنه كتير. بس المفاجأة بالنسبة لي هم حكام الفار الأوروبيين اللي من إيطاليا، ده شيء كان متوقع بالنسبة لك؟ أنا يمكن اتكلمت معاك في القصة دي قبل كده. صح. حصل مخاطبات من الاتحادات الأهلية اللي هي من 10 اتحادات، حوالي 4 أو 5 اتحادات من ال 10 اللي وصلوا المباراة الفاصلة، إن احنا عايزين تحكيم خارج أفريقيا. الكلام ده تمت مخاطبات رسمية من الاتحادات ديت للاتحادات الاتحاد الدولي، وبناء عليه طبعا الاتحاد الافريقي تمسك كلاجئ الحكام، تمسك بحكامه اللي هم مرشحين كأس عالم، منهم إندالا اللي هو الحكم الكونغو الديمقراطية اللي حكم لنا الماتش بتاعنا الأولاني. يعني مشي مع الاتحاد الدولي في قصه الفار، يبقى في ار تبقى من الدول الاوروبيه او من خارج القاره الافريقيه. دي حاجه عظيمه.
هو يعني زي ما تقول كده احنا بنتكلم بالدارج مسك العصا من النص، الحكم أيوة. الفار بره مؤثر في المباراه المؤثره دي، هيبقى الى حد ما ماسك دفه المباراه، ولو في اي حاجه خطا من الحكم اللي موجود في الملعب، الحكم الافريقي اللي موجود في الملعب، يبقى هيعرف يتصرف كويس. انا كمان جالي خبر، انا مش عارف حضرتك عندك خبر ده ولا لا، ان مصطفى غربال وطامي جزائري هو الحكم، طامي جزائري في الماتش العوده في السنغال. فده حاجه كويسه جدا لينا احنا. انا بقول لحضرتك الجالي وبرده معاه فار اوروبي هايل، فده الخبر كمان يمكن ما حدش خده، بس انا عرفت الكلام ده من الجزائر، ان مصطفى غربال والطقم الجزائري بالكامل هو حكم الماتش العوده. كابتن مصطفى غربال هو الحكم ده العودة. الخبر ده عرفته من الجزائر النهارده. طيب هسالك على الاثنين بقى، هسالك على جان جاك وهسالك على مصطفى غربال، بس جان جاك الاول، ايه اللي بيميزه وايه اللي احنا ناخد بالنا منه؟ جان جاك عنده فرصه كبيره يروح كاس عالم اللي جاي، مرشح كاس عالم، مش هيضحي بكاس العالم عشان الماتش ده. فهو هينزل ماتش حذر جدا، هو من الحكام الحذرين جدا، بيتحرك كويس جدا في الملعب، اللياقه البدنيه مرتفعه جدا. هو من مدينه لومباشي اللي هي مدينه فريق مازيمبي، انا قابلته هناك انا كم مره قبل ما كان حكم صغير يعني قبل ما يطلع ويتعرف، مهتم جدا وبيشتغل نفسه كويس جدا ومرشح كاس عالم وبقوه بالطقم بتاعه اللي موجود معاه في الماتش بتاع مصر، المساعدين واللي موجودين معاهم ده الطقم بتاعه المرشح لكاس العالم، اللي اتمنى ان شاء الله التوفيق ليه، وان شاء الله طبعا توفيق لمنتخب مصر في وجوده يعني. طيب فكره انه يبقى في اوروبيين على الفار، حكام ايطاليين على الفار، ده بيدينا طمانينه للكل. طيب انا في حته ما بفهمهاش في تعامل حكم الساحه مع الفار، انا دايما بستغل تواجدك عشان نفهم شويه تفاصيل في القانون يعني. تمام. حكم الساحه فرضا ما كانش كويس مثلا، ان شاء الله يبقى كويس وعظيم ويعمل مباراه محترمه، مش هو ممكن ما ياخدش براي الفار خالص؟ طيب لو ما خدش براي الفار، ما ده مش السؤال، انا فاهم انه الحكم الساحه ممكن يعمل اللي هو عايزه، لو ما خدش براي الفار ده يحاسب؟ بص يا كريم، الماتش التحكيم الاوروبي لما يكون موجود كفار طمانينه ليك وطمانينه للحكم اللي موجود في الملعب. فالحكم الفار لما هيتدخل في الحالات الاربعه اللي موجوده في بروتوكول الفار اللي ممكن يتدخل فيها، الكارت الاحمر مباشر، هدف مش هدف، ركله جزاء مش ركله جزاء، هويه اللاعب، دي الاربع حالات اللي بتدخل فيهم كحكم فار. عظيم. دي من الاربع حالات اللي البروتوكول يسمح بالحكم الفار يتدخل فيهم، ملوش دعوه بحاجه في نص الملعب، انذار ثاني ماليش فيه، بتكلم على اربع حالات يتدخل فيهم، ولما بيبقى فيه خطا واضح، يعني مش خطا، مش حاجه ممكن 50 يمين 50 شمال، لا مش هيتدخل فيها. الخطا الواضح ان انا ركله جزاء لما يتم احتسابها هجيبه ويشوفها، ثق واتاكد ان اي حكم افريقي حكم اوروبي هيستدعي عشان ركله جزاء هيحتسبها، لان الحكم الافريقي عنده قناعه بالحكم الفار الموجود. احنا دايما نقول الحكم الفار اللي موجود على في اوضه الفار لما يبقى حكم خبرات او حكم الحكم اللي في الملعب مقتنع بيه كحكم في جاي له مقتنع بيه، ثق واتاكد ان كل قرار هيديه له هياخده، وبالتالي اي استدعاء هيحصل، انا بتكلم على ما كانش على ماتش مصر بس، بتكلم على 10 ماتشات، اي استدعاء يحصل من حكم اوروبي ثق واتاكد الحكم الافريقي هياخد بيه، مش هيفكر كتير. هو الراجل برضو مش هيجيبه في حاجه كده يعني، حاجه يعني تمشي القرار او قرار مخالف، مش هيجيبه، هيجيبه في القرار الواضح، الدنيا الخطا الواضح اللي ممكن يتدخل فيه. هو ده البروتوكول، وده اللي ضربوا عليه في الاتحاد الاوروبي والاتحاد الدولي. طيب في حكام مصريين اعلنوا اليوم في المباريات التصفيات النهائيه دي؟ لا ما اعتقدش هيبقى في حكم طقم مصري او حكم مصري في الماتشات دي، لان احنا حكامنا برضو ما فيش حد مرشح. الكلام قلته قبل كاس الامم وهكرره تاني، لما تم استبعاد امين عمر في القائمه المرشحه قلت لهم يا جماعه مهما حصل في كاس الامم مفيش حكم هيخش الترشيح النهائي، احنا بنتكلم كلام واضح. نتمنى ان شاء الله الترشيح اللي جاي 2026 نبدا من دلوقتي عشان يبقى في حكم مصري او حكم ومساعد مصري موجود في كاس العالم 2026، ده مهم. لكن اللي جاي صعب جدا ان يبقى في حكم مصري موجود. اتمنى التوفيق لمحمود ابو الرجال ينضاف لاي طقم كمساعد، اي طقم من الطقم اللي راح كاس العالم، لكن غربال واستمرار الطقم الجزائري بالكامل معاه شايف ان برضه فرصه ابو رجاله تبقى صعبه شويه، اتمنى له ان شاء الله يبقى موجود في اي طقم من اللطقم الاربعه اللي هتروح تصفر في كاس العالم 2022. لكن مصر صعب. بتقول لي حاجه تزعل والله. لا انا بقول لك حقيقه، انا بص لحضرتك، انا لما بتكلم على حقيقه، قبل كاس الامم تم المسؤول في مصر صرح ان فيه بعد كاس الامم لما الحكام المصريين يعملوا اداء محترم في كاس الامم هيروحوا كاس العالم. الحكام المصريين الاربعه اللي صفروا في كاس الامم اربع ماتشات، الاربع ماتشات امتياز. صح. عملوا احلى اداء. صح. سواء امين عمر عمل ماتشين كويسين، محمود البنا عمل ماتش كويس، محمد معروف عمل ماتش كويس، فاحسن اداء حصل في كاس الامم الاربع ماتشات، الاربع ماتشات الحكام المصريين قدروها.
وعلى ذلك انا قلت لك لو عملوا قبل كاس الامم لو مهما عملوا مش هيترشحوا كاس عالم او هيروحوا كاس عالم، لان الترشيح 8 حكام هياخدوا منهم 4. لو لا قدر الله حصل اخفاق لاي حد قبل كده قبل كاس الامم كنت قلت لك يا كريم، لو حصل اخفاق لاي حد فيهم هيستبعد. صحيح، بس مفيش حد هيخش مكانه. صحيح. كابتن كبير كابتن جهاد جريشه دايما بتشرف ودايما بتنور. الوقت النهارده جري بسرعه عشان الوقت ضيق النهارده، بس دايما نستمتع بوجودك معانا. انا متشرفت بيك كريم. انا بشكرك، شكرا جزيلا كابتن جهاد. شكرا جزيلا. الميزه في الكابتن جهاد بصراحه انه يتحدث دائما على قانون اللعبه، يتحدث دائما على تفاصيل في قانون اللعبه. انا احترم جدا الحكم او المحلل التحكيمي اللي يفهمك، مش اللي يقول لك ده صح وغلط وخلاص، او يقول لك وجهه نظر في اللقطه التحكيميه، لا يقول لك القانون بيقول ايه وخلاص. يعني هنا تطلع نفسه من حته انه هو بيقول كلام صح ولا بيقول كلام غلط، هو بيقول كلام انحياز لحد ولا لا. ادام بتكلم بالقانون وبتكلم بشكل واضح الامور كلها بتبقى سهله. عشان كده كابتن جهاد جريشه دايما ضيف عزيز كريم علينا هنا في البرنامج. بعد هذا الفاصل نستقبل الكابتن الكبير كابتن امير عبد الحميد حارس الاهلي الاسبق. خليكم معنا.